بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جبت لكم اغنيه حلوه، اغنيه الحروف للاطفال اللي لسه مبتدئين، يحفظوا بيها الحروف بطريقه لذيذه. كل الاغنيه دي مع التكرار كل يوم، يعني لما الام خليها تشغلها، كل ام تشغلها لابنها او بنتها بالتكرار على طول كل يوم، او تغنيها له او تقراها له، او تجيب لوحه كده تعلقها على الحيطه وكل يوم تقري الاغنيه دي، هيحفظ الحروف على طول من غير قراية، من غير كتابة، يعني يحفظ شكل الحرف. تعال نقول مع بعض كده أغنية لذيذة وحلوة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف همزة، الباء تحتيها نقطة، التاء بنقطتين، الساء ثلاث نقاط، الجيم جواها نقطة، الحاء من غير ولا نقطة، الخاء فوق راسها نقطة، دال دجاجة دجاجة دال، زال زرة زرة زال، راء رمانة رمانة راء، زي زرافة زرافة زاي، سين سمكة سمكة سين، شين شجرة شجرة شين، صاد صاروخ صاروخ صاد، ضاد ضابط ضابط ضاد، طاء طيارة طيارة طاء، ظاء ظرف ظرف ظاء، عين علم علم عين، غين غزالة غزالة غين، فاء فراشة فراشة فاء، قاف قلم قلم قاف، كاف كعبة كعبة كاف، لم ليمونة ليمونة لام، ميم موزة موزة ميم، نون نحلة نحلة نون، هاء هدهد هدهد هاء، واو وردة وردة واو، يا يدي يدي يا. نقولها مع بعض تاني بطريقة أسرع، يعني ألف همزة، الباء تحتيها نقطة، التاء بنقطتين، الساء ثلاث نقاط، الجيم جواها نقطة، الحاء من غير ولا نقطة، خاء فوق راسها نقطة، دال دجاجة دجاجة دال، زال زرة زرة زال، راء رمانة رمانة راء، زي زرافة زرافة زي، سين سمكة سمكة سين، شين شجرة شجرة شين، صاد صاروخ صاروخ صاد، ضاد ضابط ضابط ضاد، طاء طيارة طيارة طاء، ظاء ظرف ظرف ظاء، عين علم علم عين، غين غزالة غزالة غين، فاء فراشة فراشة فاء، قاف قلم قلم قاف، كاف كعبة كعبة كاف، لام ليمونة ليمونة لام، ميم موزة موزة ميم، نون نحلة نحلة نون، هاء هدهد هدهد هاء، واو وردة وردة واو، يا يدي يدي يا. قريناها مره بالراحه ومره بسرعه عشان الاطفال يستوعبوا معايا بسرعه، اللي هي سرعه البديهه. نقراها لهم بقى، نقريهم بقى بالطول، يعني مره نقرا بالعمود ومره مره بالطول ومره بالعرض مع التكرار كل يوم، وما نقراهمش بالترتيب، يعني مره الف صاد ساء، هتلاقي الطفل حافظ على طول الحروف. مجرد ما نيجي بعد كده نكتبه بقى حرف حرف، هيبقى هو عارف شكل الحرف من كتر ما احنا بنكرر معاه القرايه كل يوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.